لماذا كثرت الاعتقالات لهذا الشعب الأبي الذي لا طالما كان صامدا مع قائده في شتى الحالات التي تعرض لها؟ هل سيبقى الأمن السوري ينهش في لحم الشعب كالجلاد؟ هل التلفح بوشاح الشعارات الممانعة والصمود في وجه العدو الصهيوني هو الجواب للبطء الشديد في مسيرة الإصلاح والتطوير؟ وما ذنب الأبي باستمرار وجود حالات الطوارئ في البلاد رغم أن سوريا هي من أكثر البلدان أمنا؟ في الحقيقة ليس هنالك أي بشائر نور بأمل أو إصلاح حقيقي ملموس بعدما حصل من ردود للجهاز الأمني على المظاهرة السلمية في درعا. بداية المظاهرة كانت في درعا ودمشق وبانياس وحمص كما أوفدت الأنباء على المحطات التلفزيونية وشبكة الفيسبوك. اعتقالات أكثر من 35 شخصا في اليوم الأول في درعا، واعتقالات في دمشق، مروى الغميان، نور الرفاعي، والأستاذ المالح، محمد منير الرفقي، براء كليزي. هل الجهاز الظالم سيتابع هذه المسيرة؟ هذا الجهاز الذي أتوقع ملاحقته لي الآن في عقل داري، الذي اتهم الشابة الصغيرة طل الملوحي بالجاسوسية لإسرائيل بسبب تناولها بعض القضايا الفلسطينية والعربية. اليوم 21 آذار، مئات المفقودين في درعا، الخارجية الفرنسية تندد بأعمال العنف في درعا، مدرعات تطوق المدينة، يوجد احتقان كبير، احتقان خطير جدا في سوريا، في داخل صميم الشعب. أرقام البطالة تخطت الأرقام في مصر وتونس وليبيا والجزائر واليمن، وكذلك الفساد الذي يتجرعه كل موظفي القطاع العام. هل سنبقى تحت حكم قانون الطوارئ التعسفي واعتقالاته الظالمة الصارمة؟ ما زالت هنالك الفرصة تحول بين التحول السلمي والانفجار الكبير، فهل يسمعها سيادة الرئيس؟